بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. السامري. السامري واحد من بني إسرائيل، صاحب علوم ومعارف كتيرة متعددة ومتنوعة، ماكر خبيث جدا، وزي ما قلت لحضراتكم كان رجلا من بني إسرائيل اسمه موسى ابن ظفر ابن سامر، نسبه إلى جده سامر. كان صاحب علوم ومعارف كثيرة جدا ومتنوعة جدا، وكان صاحب ذكاء ودهاء، وكان يعلم إن بني إسرائيل أصحاب نفوس ضعيفة، وإن الإيمان لم يكن متجذر في قلوب بني إسرائيل. وكذلك يعرف السامري إنهم كانوا ذو جهالة، يعني ما كانش عندهم الثقافة المكينة اللي تصون عليهم عقيدتهم من الانحراف والزيغ. ولما ذهب سيدنا موسى عليه السلام لميقات ربه، كان أخبر قومه قبل ما يمشي عن غيبته، إن هو لن تطول الغيبة بتاعت موسى أكتر من 30 يوم مع مسافة الطريق إلى جبل الطور ذهابا وإيابا. فلما أمر سيدنا موسى عليه السلام، أمره الله تعالى إنه يزيد 10 أيام أخرى للتعبد والصوم، لأن ربنا كان أمره إنه ينقطع للعبادة والتبتل والصوم، من ضمنها الصيام في 30 يوم، وزاد ليه 10 كمان، فبقوا 40 ليلة. فطالت غيبة سيدنا موسى على بني إسرائيل، وبدأ بني إسرائيل يستبطئ سيدنا موسى، يقول هو فين، هو اتأخر ليه، ده أخد وقت، ده كان قايل 30 يوم أو 30 ليلة. في الوقت ده انتهز الماكر السامري غيبة سيدنا موسى عليه السلام عن قومه، وقومه بني إسرائيل دول يا دوبك هو كده يعني ايه واقف جنبهم، وكل ما يعني يختفي شوية عنهم يرجعوا تاني للانحراف عن التوحيد. فهو استغل غيبة سيدنا موسى
وجد ان الوضع دلوقتي فرصة قوية جدا عشان يقود بني إسرائيل وتكون له الزعامة والوجاهة عن طريق انه يوحلهم في الوثنية من جديد اللي بدأ يدعو إليها ويعيد بني إسرائيل إليها. لأن لو نفتكر أنه بنو إسرائيل اللي لما عبروا مجرد بس ما عبروا البحر قالوا لموسى بعد عبورهم البحر يا موسى مروا على أقوام كانوا يعكفون على أصنام لهم، فما راح قايلين لسيدنا موسى يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وكانت الأوثان اللي مروا عليها دي لما وجدوا الأقوام يعكفون عليها ويعبدونها من دون الله كانت على شكل البقر. الموضوع ده علم في دماغهم يعني. وساعتها كان معاهم سيدنا موسى ولامهم نبي الله موسى ووبخهم وقال لهم إنكم قوم تجهلون. كان في الوقت ده سيدنا موسى معاهم، موجود معاهم، يقدر يزجرهم يمنعهم من أي حماقة أو نكوص أو رجوع عن التوحيد كما صنع هو معاهم لما طلبوا منه هذا الطلب الغبي بأن هم يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. بعد كل المعجزات وبعد ما لاقى سيدنا موسى ملاقى عشان يستنقذهم من فرعون، إلا أنهم عايزين يعكفوا على أصنام يعبدونها من دون الله كما رأوا هؤلاء الأقوام الذين كانوا يعكفون على أصنام لهم يعبدونها من دون الله. قال لهم إنكم قوم تجهلون. عشان كده سيدنا موسى قبل ما يمشي تركهم في أمانة مين؟ تركهم في أمانة أخوه سيدنا هارون عليه السلام اللي جعله سيدنا موسى خليفة على قومه من بني إسرائيل، عشان سيدنا موسى يذهب هو لميقات ربه. قال تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فموصي جدا سيدنا موسى وهو يعلم أن بني إسرائيل متأرجحين في العقيدة، يعني قلة جدا اللي كانوا على إيمان وثبات ويقين ورسوخ في رسوخ الإيمان في قلوبهم، قلة جدا من بني إسرائيل. فخلى الأمر لمين؟ للسامري. فراح يمكر ويفسد على قوم موسى حاله وهو عارف إن هم مذبذبين، وبدأ يزين ليهم عبادة الأوثان فأغراهم إلى ذلك، وجمع الحلي اللي استعرتها أو خدوها كمان نساء بني إسرائيل من المصريات قبل يوم الرحيل والخروج. هم كانوا متعودين نساء بني إسرائيل يستلفوا من المصريات وياخدوا الحاجة منهم بتاعت الذهب والفضة يتزينوا بيها في أعيادهم وبعدين يرجعوها تاني للمصريات، لكن هم خدوها وخرجوا بيها مع سيدنا موسى في يوم الرحيل لما خرجوا من مصر عشان يعبروا ويعدوا. وقال لهم السامري عشان بيوحلهم بقى عايز ياخد منهم الحلي دي، قال لهم إن هذه الحلي المسروقة تسبب لكم اللعنة. قالوا له ليه بتسبب لنا اللعنة؟ قال لهم هي سببت اللعنة اللي مش بتاعتكم أصلا، وانتوا خدتوها وكان المفروض يعني إنها ترجع، وإن موسى احتبس عليكم بسبب ما عندكم من الحلي. فهيأ لهم أمر معين وهكذا بدأوا في جمع كل ما عندهم من الذهب اللي كانوا واخدينه من المصريات قبل خروجهم من مصر وادوه وأعطوه للسامري. فأخذها منهم جميعا ورمى بها في النار الشديدة عشان تسيح، وبعد كده صاغ لهم من ذلك الذهب عجلا جسدا، يعني عجل مصوغ من الذهب. ويبدو أنه صنعوا بطريقة معينة وبهندسة دقيقة، وهو ما كانش بعيد عن علوم المصريين اللي كانت موجودة في ذلك الزمان والمعارف الكبيرة اللي كانت عندهم. فعملوا بهندسة معينة بحيث أنه يدخل الهواء بطريقة معينة في هذا العجل فيعمل صوت، فيتهيأ لهم أنه ده صوت حقيقي طالع منه، فبدأ يخور هذا العجل خوار البقر، يعني يعمل صوت البقر
وهو قدامهم لا بيتكلم ولا بيتحرك ولا أي حاجة. وفي لحظة مجرد أنه خرج هذا الصوت نسي بني نسي أو نسي بنو إسرائيل المخدوعون كل تلك السنين من العذاب اللي عاشوها في مصر على يد فرعون، ونسيوا جهاد سيدنا موسى لإنقاذهم من فرعون، ونسيوا نعمة ربنا عليهم اللي منها عليهم في هذه الصحراء، طير يكلوه وحلوى يكلوها وظلة تغطيهم سحابة ومياه تنفجر بعدد الأسباط كلهم، نعم نعم كبيرة، واستنقذهم، ودي كانت نعمة النعم من بني من فرعون وملئه. نسيوا كل ده، مجرد العجل أخرج صوت وراحوا أقبلوا على هذا العجل فرحين، أقبلوا على هذا العجل فرحين مستبشرين، وغواهم السامري بمكره وخديعته وسحره حتى جعلهم يقولون، راحوا كده قاعدين قدام العجل ده فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. يا خبر يا خبر، وما سألوش نفسهم هل التمثال ده اللي قدامهم هذا العجل الأبكم ده ما بيكلمش أحدث صوت فقط بطريقة معينة في هندسة تصنيعه أو في هندسة صياغته، يعني حتى لو أخرج صوتا أيصلح أن يكون ذلك إلها يعبد من دون الله؟ أيصلح أن يكون ذلك معبودا يتخذونه يعكفون عليه من دون عبادة الله تعالى الواحد الأحد؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ده بس صوت كده خرج، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. يعني ما فكروش هذا العجل المصوغ من الذهب لا بيتكلم ولا بيرد عليهم ولا عامل حوار معاهم ولا بيتحرك من مكانه، مجرد بس الصوت ده خلاص سجدت لهذا العجل وظننتم أنه معبود تعبدونه من دون الله، ده لا بيتكلم ولا بيرد عليكم ولا يهديكم سبيلا ولا يوجهكم إلى أي شيء، إنه الضلال والعمى اللي في قلوبكم، وأي ضلال هذا الذي هم عليه وأي جهالة هذه التي هم غارقون فيها. ما اكتفوش باتخاذهم العجل إلها لهم، بل قالوا لبقية القوم ده إلهكم، إله موسى، هو ده إله موسى، وإن موسى نسي إلهه هنا وذهب يعني حاشاه عليه السلام وراح يطلبه أو يبحث عنه في جبل الطور، وعكفوا على هذا العجل المصوغ من الذهب يعبدونه من دون الله تعالى، وبدأوا يعملوا له طقوس في العبادة، ومنها بقى من ضمنها أنهم يرقصوا حوالين هذا العجل المصوغ من الذهب وتعلقوا بهذا الصنم تعلقا شديدا، ونسي كل الخيرات ولم ينتبهوا إلى إن مين اللي عمل، من الذي صاغ هذا العجل ده من الذهب اللي معاكم، واللي عمله السامري، وانتوا اللي عاملينه، هو عامله بإيديه قدامكم، فمن أين أتيتم بهذا الكلام؟ طبعا سيدنا هارون سيدنا موسى عليه السلام جعل القوم دول في أمانته، إنه عارف بني إسرائيل ما بيصمدوش، فقال لهم سيدنا هارون، بدأ بقى لقى الأمور خرجت عن النطاق المنضبط، وبدأ ينصح سيدنا هارون ويذكرهم كما قال الله تعالى ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم، بكلمهم بلطف، يا قوم إنما فتنتم به، أنتوا ناسين من ربكم، ده فتنة ما تنجرفوش إليها بهذه السرعة، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، اللي أنتم فيه ده امتحان، انتبهوا، انتوا مريتوا بالامتحان الاول، كانه يذكرهم انتوا مريتوا بامتحان الاول لما مريتوا على الاقوام اللي كانوا بيعكفون على اصنام يعبدونها من دون الله، وبعدين قلتوا لسيدنا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه، فلحقكم ساعتها سيدنا موسى وقال لكم انكم قوم تجهلون. انتوا في امتحان برضو تاني لصاحب هذه الفتنه السامري، فانتبهوا، لقد أضللتم بهذا وأضللتم بعبادتكم لهذا العجل. وأكد ليهم سيدنا هارون بأن المستحق
للعبادة هو الله الرحمن لا إله إلا هو، ودعاهم وكرر عليهم مرارا وتكرار إنهم يقتدوا به في عبادة الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد، وقال لهم وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. عملوا إيه لما نصحهم سيدنا هارون؟ أبدا، أصروا بكل بلادة وكفر وعناد وعمى وضلال، أصروا على إنهم يعبدوا هذا العجل المصوغ من الذهب، ولم يستمعوا أو يسمعوا إلى قول نبيهم هارون عليه السلام، فقالوا له، قالوا هكذا يثبت القرآن ما صنعوا وما صنع سيدنا هارون، لأنه في افتراءات على سيدنا هارون نسبت إليه، إنما هذه افتراءات برأه القرآن منها. فردوا على سيدنا هارون الذي كان يدعوهم إلى أن يعودوا إلى عبادة الله الواحد الأحد، فكان ردهم كما أثبت القرآن الكريم. قالوا أي قال القوم من بني إسرائيل لنبيهم هارون، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. إحنا مش هنسيب عبادة العجل لحد ما يرجع لنا موسى مرتين. وهكذا، وللمرة الكام دي، مرات كثيرة كذب موسى كما كذب قبلك، وما زال يكذب من بني إسرائيل، وصدق الله العظيم، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. صدق الله العظيم.